اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم شي هوايات على حساب رمضان، فغنشارك معكم جوج انواع ديال الفطائر بجوج حشوات مختلفين، بعجينه واحده وكيك 7 ملاعق او حلى المرايا بالبرتقال، وصفات اللي ناجحه ولذيذه بزاف. فما نزيدش نطول عليكم، تبعوا الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للعجينه ديال هاد الفطائر ولا البيتزا اللي غادي ندير، غادي نحتاجو في الاول 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، وغادي نضيف عليه معلقه كبيره معمره شو نص ديال الخميره الفوريه ولا خميره العجين، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نحتاجو 3 الكيسان ديال الحليب يكون دافئ باش نخلطو هاد الدقيق هذا. صافي دابا غادي نغطيه ونخليه يرتاح واحد شويه، عاد من بعد غادي نكمل، غادي نجمعو بالدقيق والفينو. دابا غادي نبدا نصايب معكم الكيكات حلى المرايا اللي غادي نديرها بالمذاق ديال الليمون. مهم غادي نبداو نصايبو الطبقه الاولى ديال الكيك اللي غادي نحتاجو فيها 7 المعالق ديال السكر، جوج بيضات، شويه ديال الملح، ندير الفاني، تقدروا ديروا حتى قشور ديال الليمون اللي عندكم، 7 المعالق ديال الزيت، بعد المعلقه ديال الحليب، صافي دابا غادي نخلط مزيان الاخوان. شي ريحه ديال الليمون زوينه. غادي نزيد 7 المعالق ديال الطحين وساشي ديال الخميرة الكيميائية. درت 5 غادي ندير معاهم الخميرة، نخلطهم بعد شوية. غادي ندير دابا الخميرة، جوج المعالق غنزيدو، 6 7، هذا المول اللي غادي نستعمل كيتحل مع الجناب، تقدرو تستعملو أي مول ماشي ضروري هذا. دائما فاش نبغيو نكبو العجين كنهزو يدينا الفوق مزيان وكنكبو. دابا صافي غادي ندخلها للفران، طيب من الفوق ومن التحت، ما غاديش تاخذ اكثر من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. بالنسبه للعجينه اللي غنديروا ديال الفطائر ديال البيتزا، عندي هنايا شويه ديال الفلفله مقطعه رقيقه وحبه ديال البصله مقطعه رقيقه، وغادي ندير التوابل، ندير شويه ديال البزار، ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه مجففه، وزيت الزيتون، نزيد واحد المرص صغير ديال الزبده نباتيه، هي ديال الهريسه اختياريه. المهم غادي نشحر هذا الشيء هذا فوق البوطه. دي هنايا صدر ديال الدجاج، غادي نضيف له واحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد باش غادي نشرملو، ندير شويه ديال الثوم بودره البزار والملحه، ديرو غير شويه على حسب الموطارد ما تكتروش. مبارك صافي دابا غادي نخلط باش كيتشرب هذا الموطارد، كتجي
كيجي الدجاج بنين. نخليه يتشرب هاد الشرموله هادي ديال الموطاط، ومن بعد عاد غادي نشحرو في البوطه. هكا من بعد ما خرجتها من الفران من بعد غادي نتقبها. يعني الا كان عندكم هاد المول اللي كيتحل مع الجناب كان شويه كبر من هذا، فراه غادي تجي كبيره وغادي تجي رقيقه، ولكن انا عندي هذا صغير جات شويه عاليه، ولكن ماشي مشكل. عصرت الليمون باش غادي نقاد به اون كريم ديال لورانج، ولكن دابا غادي نسقيها بعدا هو الاول بها. نخليها تشرب مزيان، نضيف فيها جوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب، واحد ساشي ديال الفاني. بالنسبه للسكر غادي ندير جوج معالق كبار، جوج معالق كبار مايزينا، نزيد حليب مجفف، نخلط بالفوي مزيان. عاد من بعد غادي نردو فوق البوطه، حرك على نار مهيله حتى يبدا يبان لكم هذا الخليط، هذا بدا تيعقد القوام ديالو، اولا كيولي القوام ديالو كريمي. صافي كطفيو عليه هذه الدراسه. دابا غادي نسرحها فوق الكيك. ها شويه تبرد وغادي نمشي نحضر الكريمه الثانيه اللي هي ديال الليمون. عندي هنايا جوج كيسان ديال العنبه ديال عصير ديال الليمون، غادي نضيف لهم شويه ديال السكر، ندير غير واحد المعلقه ونص هكا، ساشي ديال الفلون ديال الفاني، نخلطو مزيان وغادي نردو فوق البوطه. طلع فيه غير شويه الغليه، صافي نطفيو عليه ونكبوه من فوق الطبقه الثانيه. المهم هنايا استفت الفريز قطعته طريفات، غادي نكب عليهم العصير ديال الليمون. غادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان، ومن بعد غادي نشارك معكم الشكل النهائي. هنا البنات من بعد ما خمرات العجينه غادي تضيفوا ليها في الاول كاس ديال الفينو، ومن بعد غادي تزيدوا عليها جوج حتى ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض. المهم نتوما غادي ديروا هاد الكميه ديال الدقيق شويه بشويه حتى تبداو تشوفوا ولا تحسوا باللي العجينه بدات كتجمع لكم في يديكم وتحبسوا من الدقيق. المهم على حساب يعني كل دقيق اللي كيشرب دغيا كي لي لا. صافي زيدوا البنات شويه ديال الزعتر، انا راه حتى التالي عاد درتو، وصافي كتبقاو كتعلكوا العجينه ديالكم واحد شويه، او تقدروا تستعنوا بالعجانه دلكا واحد شويه على ما توجدوا الحشوه. هنايا العجينه قسمتها لنصفين، جزء من العجين غادي ندير به هذوك الفطائر اللي دايرين بحال شناك اولا كيقولوا لهم بيتزا رولي. صافي كنطلق العجينه بشويه ديال الطحين بالدلاك، ومن بعد كندهنها بصلصه طماطم، وغادي ندير شويه ديال هذيك البصله والفلفله اللي شحرت مع شويه ديال الفطر حتى هو مشحر، وشويه ديال الطون وفروماج محكوك، وغادي نبدا نرولي هاد البيتزا. كترولوها مزيان، كتاخذوا خيط وكتبداو كتقطعوا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. صراحه استعملوا الخيط حسن من الموس بزاف. انا في الاول كنت كنقطع بموس وماضي، ولكن كانت كتخرج الحشوه وكانت كتقطع العجينه، ولكن فاش درت الخيط صراحه صدقوا شي حبات زويونين، وهانتوما غادي تشوفوا الفرق هنايا في الفيديو. صافي كندخلهم الفران يطيبوا من الفوق ومن التحت. وبالنسبه للجزء الاخر ديال العجين غادي ندير بهم فطائر بصوص بلونش ودجاج، قديت صلصه البيشاميل، غادي نخلي لكم المقادير والطريقه ديال البيشاميل تحت الفيديو. استفتهم في طاوه ديال الفران، من بعد ما تقبتهم بالفرشيط كندهن هذيك الطبقه ديال البيشاميل، ومن بعد عاد كندير القطع ديال صدر الدجاج اللي شرمت في الموطارد، وكندير شامبينيون، وغادي ندخلهم الفران حتى هما يطيبوا من الفوق ومن التحت.
حتى كنخرجهم من الفران تيكونوا مازالين سخانين، وعاد كنرشهم بفروماج حمر كيدوب فوق منهم غير بهذيك السخونيه، رغم كيجيو رائعين بزاف هكا بلاصوص بلانش. هادو هما الفطائر من بعد ما خرجتهم من الفران، جاو زوينين بزاف. تقدروا تقدوهم للفطور، ترافقوهم مع الحريره. كنتمنى يعجبوكم هاد الاقتراحات وتجربوهم للفطور ديالكم، وكنتمنى ايضا تجربوا هاد الحشوه هادي اللي بالبيشاميل والدجاج، متاكده غادي تعجبكم بزاف. خصوصا خاصكم غير تقادوا البيشاميل على حقه وطريقه باش كيعطي واحد المذاق زوين وتعجبكم الحشوه. بالنسبه لهاد التانيين اللي درت بالطون وصوص طوماط، حتى هما جاو مفشفشين ولذادين. وبالنسبه للحشوه ديالهم كتبقى اختياريه، كل واحد فيكم يدير شنو بغا دير، كفته طون اللي بغيتو. عجينه واحده حاولت انني نخرج جوج انواع من الفطائر ونديرهم جوج مذاقات مختلفه، واحده بصوص طوماط الاخرى بالبيشاميل، هكا باش كيكون التنوع في المائده ديال الافطار. وندوزو دابا نوريكم كيكة 7 ملاعق او لحالة المرايا بالبرتقال، كيك بارد ومنعش. غادي نقطع واحد المورسو قدامكم ونعطيكم رأيي في المذاق. جات واعرة، جات رائعة بزاف. واخا تشوفوا الكيكه طالعه ولكن راها خفيفه. الا كان عندكم كيف ما قلت لكم في الاول المول، يعني القطر ديالو كبير، كبر من هذا، راه غادي تجي الكيكه رقيقه وغادي يجيو يعني ما غاديش تجي عاليه بزاف. ولكن اهم حاجه هي تكون الكيكه مفشفشه ولا كريم تكون بنينه، كيجيو واعرين. وهذا ما كان في هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم الوصفات اللي شاركت معكم وتجربوهم ان شاء الله بالصحه والعافيه. كنشكركم بزاف على المتابعه، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، تخليوا لي تعليق وبارطاجيو الفيديو. مع السلامه.